مشوارنا الصباحي صباحك مسك. فقرتنا اليوم فيها ألوان وفيها فرح وفيها سعادة وفيها كمان هيك روح جديدة وبهجة. فبألوان المبهجة وأشكالها المميزة وبشغفة بالتزيين والديكور استطاعت أن تضع السيدة السورية حبيبة الشبل اللبن الأولى لمشروع القائم على تنظيم الحفلات وتنسيق المناسبات. المشروع اسمه بالوني بارتي. لنتعرف أكثر عن هذا المشروع، سبب التسمية وشو أهم الأمور والأدوات اللي بحاجتها الأستاذة حبيبة. بإذن الله رح نتعرف عليها هلأ، حاليا صارت معنا على الهواء. يسعد صباحك أستاذة حبيبة. أهلا وسهلا أستاذة هلا، يسعد صباحك. وصباحك يا رب، يسعد لي أوقاتك يا رب. أستاذة حبيبة، نحن متحمسين كتير لنعرف شو هذا مشروع بالوني بارتي، لكن قبل حابين نتعرف باختصار على السيدة حبيبة. من هي الأستاذة حبيبة وبدايات فكرة مشروع بالوني بارتي؟ أول شيء أنا أحب أشكرك على الاستضافة وعلى البرنامج الجميل. أهلا وسهلا. أنا اسمي حبيبة يوسف الشبل، خريجة بكالوريوس تصميم داخلي. عشت حياتي بين السعودية وقطر وتركيا، يعني طفولتي ودراستي كانت في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله. أحب الرسم والأشغال اليدوية، أميل للتزيين والتنسيق في مختلف الأشياء. ما شاء الله. طيب مشروع بالوني بارتي، نبلش ببدايات فكرة هذا المشروع. بداية المشروع كانت شراكة بيني وبين أخي الأستاذ أسامة الشبل في قطر. ما شاء الله. بدأنا فكرة المشروع، حسنا أن الوسط بحاجة لمشروع يضيف لمسة جديدة للمناسبات للأفراح. فكان بداية المشروع اخترنا اسم بالوني بارتي. بارتي اللي هو الحفلات، حفلة يعني، وبالوني لأنه كان تركيزنا في البداية على تنسيق البالونات وتشكيلها بأشكال جديدة وملفتة، من هنا جاء الاسم. جميل جميل جدا. أستاذة حبيبة، أنا خربطت يمكن بالتقديم، قلت أنه سيدة سورية، فحسب ما عم تقليلي أنت بالسعودية. أنا مصرية الأصل. مصرية الأصل. منوجه لك أكيد، منوجه لبلدنا الحبيب مصر كل التحيات. اهلا وسهلا، شرفني. اهلا وسهلا فيكي. طيب استاذه حبيبه، لو نعرف المستفيدين من هذا المشروع، لو بنقدر هلا كمان الشباب لو بيقدروا يحطوا لنا صور عن اهم انجازاتك وما شاء الله الحفلات اللي انت بتقومي بتزيينها وانجازها. اول شيء، مين هن الاشخاص المستفيدين من مشروع بالوني بارتي؟ من هم الشريحه يلي دائما بيطلبوكي لتجي تزينين الأماكن والمكانات اللي هن مثلا حابين يتم تزيينها؟ نحكي أكثر عن هذا الموضوع. هو المشروع بيهم جميع مختلف يعني فئات المجتمع، يعني وبالأخص في إقبال أكثر من السيدات. حلو. لذلك إحنا أسسنا فريق خاص من البنات، يعني لراحة وخصوصية السيدة لما نروح نشتغل في بيت للحفلات المنزلية بيكون في راحة أكثر وخصوصية. برافو. بنعمل أيضا للمدارس والروضات، أحيانا بيجينا طلبات افتتاح محلات، أعياد ميلاد، حفلات أطفال، حفلات التخرج والنجاح، حفلات الخطوبة والزواج، وأيضا تجهيز حفلات. هلا حاليا بلشنا نشوف شيء من شغلك على الهواء مباشرة. طرق التزيين المفعمة بالألوان والطرق المبتكرة إذا فينا نحكي، ما شاء الله. يعني إذا أنت عم تشوفي معنا، ما بعرف إذا أنت عم تشوفي، فيك تشرحي لنا شوي من شغلك يعني أستاذة حبيبة. أنا يعني بحكم تخصصي دراسة وميول أيضا، وأخي الأستاذ أسامة الشبل أيضا عنده حس فني. حلو. فتنسيق الألوان بيكون عن دراسة وعن موهبة، يعني بنختار ألوان مناسبة. أيضا لما بنشوف المكان للعميل بحاول أختار ديكور مناسب يتناسب مع المكان بحكم تخصصي أنا تنسيق الديكور. برافو. فجمعت بين الدراسة وبين الشغف والموهبة. ما شاء الله، واضح هذا الشيء. يعني أنا عم شوف المناسبات عم تتنوع بين مناسبات ولادات كأنه لأطفال أو مباركات أو زواج، مثل ما بشوف حتى هون شايفة هلال هلأ حاليا. الهلال هذا تصميم جديد في 2021. حلو. بدأته الفانوس الرمضاني، شغل هاند ميد، يعني أنا بشتغله بنفسي بيدي، تشكيل يعني شيء مشابه للشجرة بأغصان شجرة الصنوبر. يحتوي على 900 غصن، حجمه ارتفاعه 160 سنتي،
يعني هذا تفصيل خاص الهيكل معدني ذهبي برافو وبلشت بالشجر، والحمد لله كان في إعجاب وإقبال عليه من محلات صالونات تجميل، في ناس أخذوه لبيوت. هلا نحن عم نشوف فيديو للشغل للهلال الخاص بالهلال، واضح ما شاء الله. يعني انت كأنه بالموضوع ما انه والله مثلا ارتجالي، كله محسوب بالسانتي يعني والميلي طبعا. اذا فينا نحكي بالضبط، لازم يعني الشغل بيكون دقيق عشان اطلع شيء يعبر عني ويرضيني ويرضي بالتالي عميلي يعني اللي بيستقبل مني الخدمه. رائع ما شاء الله حولك، واضح يعني بالصور والفيديوهات اللي نحن هلا عم تنعرض مباشره. استاذه حبيبه، اذا بدنا نقول يعني حسب ما عم بسمع منك انه انتم فريق، يعني انت واخوك هلا مبدئيا، وعندك قلتي بالمقدمة أنه عندي أنا فريق بيروح من الفتيات، طب معناتها الموضوع كأنه عمل جماعي؟ أي أكيد في فريق تحت تدريبنا، وأنا كل فترة بضم مجموعة جديدة نعمل لهم كورس تدريبي برافو. حتى نوسع المشروع أكثر ونشمل ناس أكثر، وفي الخطة توسع إن شاء الله يعني إلى ما لا نهاية. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هلأ إذا بدنا نبلش، قطر ما زال مستمر ويعمل يعني مع المسؤول أسامة في قطر ما شاء الله، يعني ومن في نجاح وتطور مستمر ما شاء الله. والآن الفريق في تركيا أيضا إن شاء الله سيحقق نجاح أكثر، يعني أصبح الموضوع تنافس بين الفرع في تركيا وفي قطر. هلا عمر المشروع بتركيا سنه؟ من في تركيا بدانا في 2020 لكن في قطر من 2018. ما شاء الله ما شاء الله، بنتمنى لكم اكيد مزيد من التوفيق. يعني بصراحه انا لفت نظري لانه شفت منتشر، يعني انا عم أقلب بالانستغرام شفت انجازاتك ما شاء الله منتشره بشكل كثير كبير على صفحات السيدات بالانستغرام، وان شاء الله كمان بنتمنى يوصل لاكبر واكبر عدد يعني من الاشخاص. فيه وبنتشرف فيه انه شغلي يوصل لمستوى اعلى واعلى باذن الله. باذن الله. طيب استاذه حبيبه، شو هي الادوات اللي بتلزم واللي ضروريه تكون متوفره عند المشروع بالوني مارت بارتي لحتى تطور من حالها اكثر ومن الشيء اللي هي هلا فيه؟ حاليا انا مأمنه يعني اغلب الادوات وكذا، لكن الواحد بيطمح طبعا للتطوير والزياده، فممكن يعني ممكن اضيف مستودع اكبر انه الادوات تحتاج مساحه اكبر، ممكن نكبر المكان، ايضا ممكن اضيف ورشه حداده ونجاره مصغره حتى العمل يكون متكامل بيننا وفينا يعني ما شاء الله. الفريق ايضا حابه اكبر الفريق، ادرب عدد اكبر من الفتيات بحيث انه نتوسع اكثر. هذا الحكي حتى للفتيات اللي بتركيا، يعني اذا فينا نحكي فريق تركيا. ايوه فريق في تركيا، انا الان مسؤوله الفرع في تركيا في اسطنبول تحديدا. جميل جميل ما شاء الله. سيارات النقل ايضا ممكن نزيدها نطور فيها. اطمح كمان للتوسع حتى نشمل الاتراك، ممكن نتعرف على موردين اكثر، يعني ما زال في الخطه في تطوير باذن الله. برافو باذن الله تعالى. هو التشبيك كمان مع الاتراك دائما بيعمل عمليه انتشار اكبر، لانه حيصير في عندك جريحه اوسع من المستهدفين. أيوة. ان شاء الله بتوصلي لها اكيد استاذه حبيبه. طيب بالختام حابه انا اعرف، كثير من الاشخاص عم يشوفوا شغلك، واكيد يعني في بعض ممكن الأحيان ردود أفعال كانت إيجابية دائما عن شغلك، أو في بعض المناطق كان في أشخاص انتقدوا الشغل، كانوا متوقعين أنه يكون أحلى وتفاجأوا فرضا، يعني أنا عم بفترض. يعني هل واجهتي هيك نوعيات؟ أكيد يعني كل شغل بيكون فيه الإيجابي وفيه السلبي، لكن بشكل عام يعني لله الحمد أنا متوفقة جدا في زبائني وعملائي، لأنه أصبح أكثر من زبائن يعني ما شاء الله. التعليقات الحمد لله إيجابية والانطباعات جيدة، دائما النتيجة بتكون يعني النتيجة لوحدها بتحكي لما ننفذ العمل بالمستوى المطلوب. نعم. الفكرة كلها مرتبطة بالأفراح ومناسبات الناس السعيدة، فالحمد لله الانطباعات كانت إيجابية يعني، والأغلب بيرجع ياخذ مني مرة ثانية حجوزات. حلو حلو الحمد لله ما شاء الله. ان شاء الله اكيد الاصداء دائما بتكون ايجابيه ومفعمه دائما بالطاقه لحتى انت ترجعي تعطي من اول وجديد بروح اكبر وابداع اكبر اذا فينا نحكي. انا بالختام بدي اتشكرك الاستاذه حبيبه يوسف الشبل صاحبه مشروع بالوني بارتي، اهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا لك على هالمعلومات، وبنتمنى لك مزيد من التوفيق بمشروعك.
شكرا، يعطيك العافيه استاذه، هلا وشرفني اني كنت معكم اليوم. الله يعافي قلبك، واهلا وسهلا فيكي. احنا كمان تشرفنا بوجود هيك طاقات ومواهب شابه، بصراحه دائما بيشرفنا نسلط الضوء عليها لحتى نورجي العالم انه الشباب العربي دائما مفعم بالحيويه والطاقه والتميز وين ما كان موجود، سواء ببلده او حتى بالخارج. متابعينا، هلا وصلنا تقريبا لختام مشوارنا الصباحي بصباحك مسك، هي كانت فقراتنا لليوم.